نعم الله يحفظك يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، والدتي يعني احنا يعني ودنا المستشفى وحللت وكذا، وهي يعني كبيره في السن ومريضه وطاحه في الفراش على طول، فدائما اذا قلنا مثلا ادري سمعنا وكذا دائما في شيء منحها الله يحفظك. ما ادري ايش يعني المطلوب منا اتجاهها بعد الله عز وجل. نعم تعيد السؤال. اقول يا شيخ الله يحفظك، والدتي احنا يعني ودنا المستشفى وحللت وكل شيء، يعني ما في شيء يدعي للقلق الوضع، بس انها دائما في شيء يمنحها انها لا تجلس معنا وكذا وتقهوى وكذا، يعني امور يعني ما ادري ايش المطلوب يا شيخ تجاهنا. يعني احنا نقرا على وننفث عليها بس خلص. ما ادري ايش. طيب هذه يا اخي فيها مرض نفسي والله اعلم، فيها مرض نفسي تضايق في الصدر، فعليها أن تكثر من ذكر الله وأن تقرأ القرآن إذا كانت تحسن القراءة، أو تقرأ ما تيسر منه ومما تحفظه وتكرر هذا، وأنتم أيضا ترقونها بالرقية الشرعية. نعم.